جل شان الواحد اللي له نصلي وانتظر واحد نرجيه غفرانا ونرجيه الشفاعة. يا الله اني في حماك من الجهالة والتسرع الجهل يرغي مقام المعرفة في ظرف ساعة. الهجوس اللي ورا صدري تبختر والتفرع كل ما حانا اللزوم يقول لي سمعا وطاعة. طيبه عليك زود ونحبها ونقدرها الجميلين الله يجمل حالك مرحبا ومسهلا جيناكم الارض ترحب والسماء ترحب اقول ورفيقنا بيض الله وجهه الله يطول اللي يجيب اللي مثلك وشرواك بارك الطيب تفضل تفضل يا مرحب يا مرحب يا مرحب ما شاء الله مرحبا على عمرك كيف الصحه طيب طيب ايام كيف عليك وقت افضل من كذا الحق كم اقول انتم مشايخ اسمع كلكم والله الحق لكم احنا والله هذه الجيه يشهد الله حبيبنا ابو ظافر جاي على باله ان احنا جايين ناخذ قهوه عندكم وحنا النيه ان احنا نجي نقدم لكم الدعوه احنا اللي جينا يقول بسلم على كل واحد من الشباب في المنطقه اللي يسلم اي والله نقوم بالواجب انت والله معلومكم غانمه ولا يحتاج لكن ودنا منكم فرصه والله ان شاء الله والله مشايخ واصحاب فضيله كنا مرتبطين بالاعمال وكنا بمنصب والله طياراتنا اليوم لو كان موعدين ثاني مو نجي نرضيكم كيف ما اعطونا لكم حق اعطونا الطيب يا مرحبا انتم الطيب ترحيب المطر في محلكم وذي زي ما قلت والله انا من ملذات العمر وانا لا اصطك المجلس بالمطاليق شروا الموجودين اليوم والله اني اتنامس واشوش ولا صار مثل ذا الموقف احب اني اتمثل ببيات سابقه عندي وانتم تستاهلونها يا عبيده والله انها لكم واقول فيها افرح لي اجوني رجال المناعير وضيق لا من خل الدار منهم مجلسك يهجر له جراه المظافير ويزين هل يصطك تركونه بهم والمجلس اللي مدهكوه الخطاطير يفتح على قسم النساء مجلس لهم يا مرحبا يا اهل الوجيه المسافير نسل الحراره اللي ينوم سهددهم عبيده اهل الخيل ترثت مغاوير تضيع هقوه منها قاب اخذبلهم ولا على الموجودين من قحطان ومن غير قحطان زود لكن ابيات سابقه وابشروا على ما قال اللاحقه عبيده اهل الخيل ترثت مغاوير تضيع هقوه منها قاب اخذبلهم يا مرحبا يا مربت سين الطوابير يلا بهلي من تضايق زبنهم ترحيب تنترق السحاب المزابير وتنزل مثل وبل الحياة فرحه بهم ترحيب تعزاز ومحبة وتقدير تقصر عن الرديان وتقدم لهم اللي بنوا في النايفات المواكير شروى اقروم اللي عندي اليوم اللي بنوا في النايفات المواكير يستاهلون ان الحشو تبرك لهم والعود الازرق عقبهم له معايير يزود سعره كل ما قدم لهم والله ما طاوع في عبايد ولا شير الا اذا شوري غداء مكسب لهم وسلامتكم والثانيه واللي تكفاها جيتكم اليوم وزيارتكم لنا وتشريفكم المحل هذا اعتبرها الفال وعقالها والله ان قد يموت لكم واجب بغيتوه بكره بغيتوه نص الاسبوع نهايه الاسبوع تحديد الوقت والزمن عندكم وعلشان يصير الكلام له مفصل كل رجال انجل يوم لحق لكن عشان يجي المفصل بنوجه الكلام لك يا ابو رايد ونبي وعد على سعتكم تبونها بكره وسط الاسبوع نهايه الاسبوع نبي وعد منكم وزايدها سلامتكم وسلامه الحضور لبيه وسم وتم وانتم شيوخنا ومارنا واللي تبونه بيتم ولكن اللي مثلكم يعدل ويقدر احنا طال عمرك ابنائكم وابناء هذه الدوله المباركه وملتزمين باماكن بوظائف عندنا ارتباطات وجينا اليوم طال عمرك نقوم بالواجب مرحبا ولكم الرضا حتى ترضون وشهد علي يا من برق حطان هذول شيوخنا لهم حق فوق روسنا كلنا يا عالم درب لك الرضا هذا وعد وحلفك والله يتم باذن الله لكن خلها شوي
حنا لكم جايه بنجي الا اذا كانكم تقولون هالمره دي كلها نقضي اللزوم عشان ما عاد تجون. لا والله ما لا والله الا فرحين وطربين الصحيح خلاص وجايتكم جميله وغاليه. كل من الحاضرين مو احنا بس يا الشماليين، كل من الحاضرين والله انه وده لكم اسرتم مبارك لكم حقكم، ولكن احنا الفار علومهم طيبة ولا نجي إلا من بعدهم على رؤوس الشفاليس. معاليكم زول، لكن أنتم لكم حق علينا وجيها للصجر وطاربين كرامتكم، نبي موعد منكم في شريف محل وأنتم تستاهلون العلم الطيب، لا أنت يا أبو رايد ولا الرجال اللي معك، وسلامتكم لي يا شيخ. الله يسلمك ويطول عمرك وأبشر طال عمرك. حنا كلمنا الأمير له حق وكل واحد منكم له حق، ولكن اليوم حنا جينا لأننا مقصرين، جينا نقوم بالواجب ونسلم على ربنا. من وفاق والله العظيم هذا المشوار كله جينا تقدير لكم محبة لكم، ولكن إن الحق لنا مو ذا الحين، لكن أبشر باليرضي. حنا ما نجي إلا عقب لكن لبقى. لك حق فينا أنت وأخوياك اللي معك على رأس حنا قرب جيشك لك حق علينا. لبقى يا دكتور، لبقى يا أخوي الغالي، أقول على الله يبقى هذا عمر من بني عمنا الغالي. كفو اي والله الجاه كبير والعلوم طيبة ويحبون بنعمهم وربعهم، والله ما نبي اقولهم عشان يسمعوا. اي والله في العلم واصلين وفي المراجل واصلين.